انا بتكلم هنا على البوينت تو بوينت كونكشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي تو راوتر، واحد في القاهره واحد مثلا في اسكندريه، وعايز اربطهم مع بعض بالكيبل فايبر. فهنا بنتكلم على كابل فايبر بوينت تو بوينت، من هنا تو لهنا. وعليكم السلام. من ال A to B، من ال A to B لسه بادئين حالا. اقعد يعني لسه بادئين حالا دلوقتي. فانا عايز اربط من ال A to B ب بوينت تو بوينت بروتوكول او تريبل بي بروتوكول. فطالما هنا فرعين اثنين عايزين نوصلهم مع بعض بكابل فايبر، فانا هنا بستخدم حاجه اسمها بوينت تو بوينت كونكشن. ده اللي هنتكلم فيه بقى. لما يكون عندي فرعين اثنين عايز اوصلهم مع بعض، عندنا تو بروتوكول بيشتغلوا على البوينت تو بوينت كيبل. يعني لو انا عندي فرع هنا في القاهره وفرع في اسكندريه واخد خط فايبر من مصرية اتصالات، خط الفايبر ده هيشتغل لا اما ببروتوكول اسمه التريبل بي، لا اما ببروتوكول اسمه الاتش دي ال سي. ففي عندنا تو بروتوكول، واحد اسمه الاتش دي ال سي وواحد اسمه التريبل بي. طيب ادي هنا الراوتر اهو، وده السيريال لينك من هنا لهنا. احنا بنربطهم سيريال، وده شركه المصريه للاتصالات او السيرفيس بروفايدر نتورك اهي. دي هنا السنترالات بتاعتها. انا ببقى جاي عندي فرعين، فرع فايبر من يمالي وفرع فايبر من يمالي. بيقول لك والله الوان دي هو حاجه اويند باي سيرفيس بروفايدر، بتبقى مملوكه لسيرفيس بروفايدر معين. اند لان ستوبكلي اويند باي ان اورجنايزيشن، واللان دي بتبقى حاجه اويند للاورجنايزيشن. البوينت تو بوينت كونكشن كونكت لانز تو سيرفيس بروفايدر وان اند تو كونكت لان سيجنال. لان تو وان بوينت تو بوينت كونكشن از اولسو ريفيرد تو از سيريال كونكشن اور ذيس لاين كونكشن. يبقى اللان دي بتبقى عباره عن سيريال لاين كونكشن وهكذا. اللاين اوف ليز فروم كارير. طبعا اللاينز دي خطوط الفايبر دي انا باجرها من مصريه اتصالات. فبقول لي الخطوط اللي رابطه ما بين الاثنين دول احنا مأجرينها من كارير. كارير يعني ايه؟ من شركه اتصالات. كمباني الشركات بتدفع علشان ايجار خط الفايبر ده between two remote sites and the line is continuously active and available، عشان يفضل على طول شغال وافيلبل. كان زمان عندنا الكونكشن بتاعنا بيتم بارلل. بارلل يعني ايه؟ ده البورت بتاعنا اهو. البورت بتاعنا ده بيبقى فيه 8 بت. كان حتى البرينتر يبقى لها كابل بارل لو انتوا فاكرينه، كابل كبير كده. وكان الدنيا بتمشي بيتس 8 بت في المره، يعني 8 بت في المره كنت بنقل بايت باي بايت. فلو ان له مشاكل كتير الموضوع بتاع ال 8 بت ان انا انقلهم مره واحده دول، يبقى البارل كونكشن ده كان فيه بعض المشاكل. تمام؟ احنا كنا بننقلهم 8 بتس مره واحده، سند بايت ان ذا سايد سيريال كونكشن سند ا سنجل بت. At one time most PC include both serial and parallel port. Parallel port were used to connect printer. كنا زمان بنستخدم الكابل ده للبرينتر للكمبيوتر and others that is required relatively high bandwidth. كنا فاكرين ان احنا بنكبر الباندويث. ورجعنا تاني لكابل السيريال. كابل السيريال بيبقى عباره عن ايه؟ ان بنقل بيت بيتس. كابل السيريال بيبقى عباره عن ايه؟ ان بنقل بيت بيتس. طب ثواني كده بعد اذنكم. فانا بتكلم هنا دلوقتي على السيريال. السيريال دلوقتي معظم الكوميونيكيشن بتاعتنا بقت بتتم بشكل سيريال، بيتس ورا بيتس ورا بعض وبسرعه عاليه. فبقدر انقل كميه داتا اكبر وما فيش في عندي مشاكل زي الكروس توك، زي ان انا بقعد اجمع، زي بيتس ما وصلتش وهكذا. تعالوا كده نكمل مع بعض. البوينت تو بوينت كوميونيكيشن، انا عندي هنا شركه فيها تو سايت، واحد في نيويورك وواحد في لندن. فانا عندي هنا شركه بتتكون من فرعين، فرع في نيويورك والثاني في لندن. عايزين نربطهم مع بعض. الراجل راح لشركه الاتصالات اللي عنده في نيويورك وقال له والله انا عايز خط فايبر يربط لي فرع الشركه بتاعتي اللي موجوده في لندن. فبدا التوصيل. جبنا مودم، المودم ده اسمه سي اس يو دي اس يو، بركب فيه كابل الفايبر بتاعي. كابل الفايبر بيتركب في سي اس يو دي اس يو، في الاخر بيتحول لديجيتال. كابل الفايبر بيتركب في سي اس يو دي اس يو، في الاخر بيتحول ل ديجيتال او نحاس عندي على الراوتر. البوينت تو بوينت لينك يوزد وين بيرمنت ديديكيتد كونكشن ار ريكوايرد، بنستخدمها لما يكون محتاجين وصله شغاله على طول 24 ساعه في 7 ايام. لان خد بالك ايجار خط الفايبر ده غالي مش بسيط. ايجار خط الفايبر على حسب سرعته غالي مش بسيط. بروفايد سنجل بري استابليشد وان كوميونيكيشن باز، بيتطلب مني
ان انا اظبط المسار الاول قبل ما انقل الداتا. Bus goes from the customer premises through provider network to a remote destination as shown in the figure. Can connect to geographical distant sites such as corporate office in New York and regional office in London. ممكن نستخدمه علشان اربط بيه فرعين بعاد عن بعض زي واحد في لندن والتاني في نيويورك. No limited no connection. No limited to connection that cross the line. مفيش connection بيبقى له limitation بالconnection. يعني لو انت عايز توصل من القاهرة لأسوان يوصلك، لو انت عايز توصل من القاهرة لندن يوصلك. كمان الكابلات دي بنمشيها في البحر وبنمشيها في المحيطات، كابلات الفايبر دي بنأجرها للناس وبتبقى مسؤولية شركات الاتصالات اللي موجودة في البلد. تمام؟ usually more expensive، بتبقى غالية جدا، غالية جدا ان انت توصل فروعك بالانترنت. constantly available is essential. Some applications such as VoIP and video تبقى كويسة جدا لو انت بتنقل الحاجات زي الفويس زي الفيديو، لان بيبقى ليك سرعات بتاعتك محدش واخدها غيرك. طيب انواع الكابلات اللي ممكن اجرها بقى، دي انواع الكابلات اللي انت ممكن تاجرها. ده اللاين تايب وده البيت ريت اللي انت بتاخده او الباند ويدث اللي انت بتاخده. يعني في عندنا سرعه كده اسمها A1، A1 دي 2 ميجا. بسرعه اسمها A3 دي 34 ميجا. OC1 دي 51 ميجا. OC36 ده 1.8 ميجا جيجا. OC996 ده 4 جيجا 9.10. ويلك موست فاندمنتال لاين سبيد هو اول سرعه عندنا تقريبا كانت 64 كيلو بت بير سكند. 24 دي اس 0 كان بي هاندل دي اس 1 او تي 1. التي 1 دي يا جماعه لو جينا بصينا هنلاقيها 1.5 ميجا اللي هي فوق دي. طبعا انا بروح اشتري بقول له والله انا عايز كابل تي 1، عايز كابل او سي 1، عايز كابل او سي 48 مثلا عباره عن 2 ميجا وشويه. طيب الوايرين كابسوليشن بروتوكول، احنا بقى لما ناجر كابل فايبر وعايزين نشغله وعايزين الداتا ما بين تو راوتر، عشان الداتا ما بين تو راوتر على كابل فايبر ده بنستخدم تو بروتوكول، لا اما تريبل بي لا اما اتش دي دي سي لا اما الاس ال اي بي. الاس ال اي بي يبقى عندنا عشان الداتا بتاعتنا ما بين تو سايت في عندنا اكتر من بروتوكول شغال في الوان، لا اما اتش دي دي سي لا اما تريبل بي لا اما اس ال اي بي. يبقى الوان انكابسوليشن بروتوكول الداتا انكابسوليتد انتو فريم بيفور كروسنج ذا وان لينك اند ماست بي كونفيجر فور ابريشيت لير 2 بروتوكول. The choice of protocol depend on the WAN technology and telecommunication equipment. The WAN protocol HDDC, TBB are focus of this course. طبعا احنا هنا في الكورس ده هناخد TBB والHDDC. والTBB والHDDC دي بروتوكولات بتعمل بها فريم. يبقى دي بروتوكولز ممكن استخدمها علشان اعمل بها فريم. الHDDC اختصار كان كلمة Default Encapsulation، هو اختصار كلمة High Data Link Control Protocol. The default encapsulation in point-to-point connection, dedicated line, and circuit switched connection when the link used to Cisco devices. يعني لو أنا بستخدم Cisco devices من غير ما شغل أي بروتوكولات، by default اللي شغال هو HDLC. يبقى by default لو أنت ما انتش مشغل أي بروتوكول، by default HDLC. لو هما الاثنين Cisco، يبقى ده by default الـ Layer 2 بروتوكول الديفولت اللي شغال على أجهزة Cisco. طيب لو انا عندي بروتوكول سيسكو حد تاني غير سيسكو، يعني لو انا عندي سيسكو ونان سيسكو ايه اللي هيبقى شغال؟ سيسكو ونان سيسكو اللي هيبقى شغال هيبقى التريبل بي. لازم بقى انت تكتبه بايدك التريبل بي، وهنشوف ازاي بنكتب التريبل بي بايدينا. ده الفريم بتاع الاتش دي ال سي اهو. الاتش دي ال سي هو عباره عن سينكرونس داتا لينك لاير بروتوكول developed by the International Organization for Standardization اللي هو الايزو. يبقى الاتش دي ال سي اللي عملته مؤسسه الايزو، فاللي عمل الاتش دي ال سي هو الايزو. تمام، فاللي عمل الاتش دي ال سي هو الايزو. الاتش دي ال سي define layer 2 frame. الاتش دي ال سي بيديفاين layer 2 frame. layer 2 frame يعني ايه؟ بيبقى في عندنا الهيدر اهو بتاع الفريم، وبيبقى في عندنا التيلر بتاع الفريم، الديل بتاع الفريم. زي ما قلنا الفريم على طول بيبقى له هيدر ويبقى له تيلر في الاخر، راس وديل. فال اتش دي ال سي ديفاين لير 2 فريم انستراكشن ذات الاوز فلو اند كنترول داتا ثرو اكنولجمنت.
ديفولت سيريال انكابسوليشن ميثود وين كونكتنج تو سيسكو راوتر. لما نعمل سيسكو راوتر لما الاثنين بيبقوا سيسكو راوتر بيبقى الديفولت بتاعنا اتش دي ال سي. سيسكو اتش دي ال سي از بوينت تو بوينت بروتوكول بيشتغل ما بين راوترين بس كان بي يوز اون ليز لاين ان احنا ممكن نستخدمه على ليز لاين بتوين تو سيسكو ديفايسز. بروتوكول فيلد بروتوكول فيلد ميك ات بوسيبل فور سنجل سيريال لينك تو اكوموديت مالتيبل لينك بروتوكول. فين الكنترول؟ الكنترول لينك ده ممكن يخليك اكتر من سيريال لينك نعمل لهم كومباين كانهم لينك واحد. ده الفريم بتاع الستاندر بتاع الاتش دي ال سي. وده سيسكو خدت الاتش دي ال سي وطورته فعملت حاجه اسمها سيسكو اتش دي ال سي اللي هو قدامنا ده. طيب ازاي شغل اتش دي ال سي عندي؟ لما نيجي نفتح الباك تريسر كده اهو اهو. لو انا عندي راوترين كده وده 2811 وده 2811 وده لينك ما بينهم اهو. هنعمل كده زومنج اهو ويك تو تي اهو وده زومنج كده اهو ويك تو تي. هنوصل الاثنين مع بعض اهو. سيريال بسيريال نعمل بس اوبشن ونجيب البريفرنس اهو. ده سيريال 0 على 2 على 0 وده سيريال 0 على 2 على 0. وهنجيب هنا اهوت حاجه اسمها ليبل اهو. وهنحط مثلا وليكن الشبكه اللي ما بينهم 209 165 200 228 /30. تعالى بقى نحط اي بي للانترفيس دي واي بي للانترفيس دي اهو. سي ال اي نو انيبل بعدين كونف تي بعدين انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 وبعدين نقول اي بي ادرس 209 165 200 229 /30 وبعدين نوصل داون then clock rate 64000 بيت بير سكند. بعدين هنروح اليمه الثانيه نعمل نفس الكلام اهو. سي ال اي انيبل كونف تي 0 على 0 اي بي ادرس 209 165 200 230 255 255 255 255 ونوصل داون. فانا كده ايه عملت ايه؟ شغلت الاثنين اهو. لما اجي ابعت الترافيك ما بين الاثنين هتلاقي الدنيا شغاله. مفيش اي مشكله خالص. امال يا عم فين البروتوكول انت كنت بتقول هتشغله وفايدته ايه؟ ما هو الدنيا الداتا ماشيه اهيت ومفيش اي مشكله خالص. ما انا قلت لك لما يكون الراوترين الاثنين سيسكو بيبقى باي ديفولت اللي شغال بروتوكول اسمه ال اتش تي ال سي. لما يكون الراوترين الاثنين سيسكو بيبقى باي ديفولت من غير ما انت تشغله بيبقى شغال اتش دي ال سي. فانت لو عايز تتاكد خش على الراوتر ده اهو واعمل بس شو اعمل بس شو اهو اكزيت واعمل شو اي بي انترفيس فريم اسف شو اي بي انترفيس انترفيسز وبعدين سيريال اهو شو انترفيسز شو انترفيسز وبعدين سيريال 0 على 2 على 0 هنلاقي اللي موجود عندنا انكابسوليشن اتش دي ال سي.
واحنا عندنا باي ديفولت على الراوترات سيسكو شغال البروتوكول بتاع الاتش تي ال سي. معايا يا شباب؟ عبد الله يعني معايا معايا مؤمن؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. طيب احنا كده باي ديفولت شغال البروتوكول اتش تي ال سي من غير ما اشغله. طب لو هو ما كانش شغال بقى وانا عايز اشغله اعمل ايه؟ قال لك والله انت ممكن تخش جوه الانترفيس اهو، الانترفيس اللي متوصله بالكابل اهو، دي اسم الفتحه المتوصله بالكابل اهو، وتعمل كابسوليشن اتش دي ال سي اهو. فانت ممكن تخش جوه الانترفيس وتعمل كابسوليشن اتش دي ال سي، تمام؟ فانت ممكن يعني تخش جوه الانترفيس وتعمل انكابسوليشن اتش دي ال سي لو ما كان شغال، وهو باي ديفولت شغال اتش دي ال سي. فهو ده اللي بيقوله هنا، بيقول لك والله لو انت عايز تشغله بتعمل انترفيس ستيديا 0 على 0 على 0 انكابسوليشن اتش دي ال سي. بيستخدم سيسكو اتش دي سي از بوينت تو بوينت بروتوكول تو انليز لاين بتوين تو سيسكو. If connecting on non-Cisco devices, use synchronous triple B. لو انا عندي راوتر سيسكو وراوتر نان سيسكو فانا بستخدم ما بينهم تريبل بي، تمام؟ If default encapsulation method has been changed, use encapsulation HDLC. لو انت عايز تستخدم الديفولت encapsulation استخدم HDLC. طيب ازاي اتاكد ان هو معمول HDLC؟ بعمل شو انترفيس واسم الانترفيس. فقال لك والله ان السيريال اكس اكس او سيريال 0 على 0 على 0 از اب اند لاين بروتوكول از اب، والانكابسوليشن اللي شغاله هي اتش دي ال سي، تمام؟ طيب ده لاب احنا عايزين نعمله مع بعض، اللاب ده عايزين نعمله مع بعض، تمام؟ هو اللاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن ترابل شوتنج للسيريال انترفيس، تمام؟ خلوه للاخر وبعدين نبقى نشوف التريبل بي اوبريشن. نتكلم دلوقتي على التريبل بي. طب ايه الفرق ما بين الاتش دي ال سي والتريبل بي؟ التريبل بي ممكن تشغله على اي راوتر سواء سيسكو او نون سيسكو، تمام؟ فبيشتغل عندك على اي راوتر، التريبل بي بيشتغل على اي راوتر، انما اي راوتر ما يشغلش اتش دي ال سي. يبقى الراوتر بتاعك اللي بيشغل اثنين هو سيسكو، اي راوتر ثاني ما بيقبلش منك غير تريبل بي بس. فالتريبل بي ما بيشتغلش غير على اي راوتر، يعني اي راوتر ما بيقبلش منك غير تريبل بي بس. عشان كده لما يكون عندك راوتر في سايت بتاع القاهره والراوتر في سايت عمان، الراوتر بتاع القاهره الراوتر بتاع القاهره سيسكو بتاع عمان جينيفر مثلا، وعايزين نشغلهم مع بعض ليز لاين، فبنشغل حاجه اسمها تريبل بي عشان الفيندورز مختلفه، عشان الفيندورز مختلفه. بنشغل بقى الاوبن ستاندرد اللي هو تريبل بي. التريبل بي ده بروتوكول ستاندرد ما بين تو راوترز مختلفين عن بعض. هو ده ستاند فور ايه يا دكتور؟ بوينت بروتوكول. نعم بوينت تو بوينت بروتوكول، تمام تمام. Okay. Triple B encapsulation should be used when there is a need to connect a non-Cisco router. استخدمه امتى؟ لما اكون هوصل non-Cisco router. Triple B encapsulate data frame for transmission over layer 2 physical link. هو اساسا فايدة Triple B و HDC ايه؟ ان هم بيعملوا فريم. Triple B و HDC دي بروتوكولات layer 2 بروتوكول. يعني بياخد الباكت ويحولها لفريم. التريبل بي استبلش دايركت كونكتنج يوزنج سيريال كيبل، هو اساسا بيشتغل على السيريال لينك، على الفون لاين، الترانك لينك. حتى لو انت رابط التو سايتس بتوعك بكابلات السيلر في الابراج بتاع الموبايل، سبيشاليزد راديو لينك او فايبر اوبتيكال لينك. التريبل بي مكوناته هو عباره عن البروتوكول القديم الستاندرد بتاع الاتش تي سي، من داخله بروتوكول اسمه ال اس بي، ومن داخله شويه ستاك اسمهم ان اس بي. هو عباره عن الاتش دي ال سي لايك فريمينج فور ترانسموتنج مالتيبل باكيت اوفر بوينت بوينت لينك. وبعدين في عندنا بروتوكول زياده اسمه اللينك كنترول بروتوكول، ده بنستخدمه عشان نعمل بيه استابلشنج وكونفيجرنج وتستنج للداتا لينك كونكشن. وفي عندنا بروتوكولز اسمه نتورك كنترول بروتوكول استابلشنج اند كونفيجرنج ديفرنت نتورك لاير بروتوكول زي الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. الادفانتج بتاع التريبل بي، الادفانتج بتاع التريبل بي، التريبل بي ادفانتج في شويه ادفانتج كده موجوده جواه. ان انا استخدم التريبل بي، التريبل بي انكلود ميني فيتشر افيلبل ان اتش دي ال سي. في مجموعه من الفيتشر كتيره قوي، منها ان في فيتشر بتشيك على اللينك كواليتي. يعني لو انت مأجر كابل فايبر من مصرية اتصالات ورابط بيه موقعين عندك، فالتريبل بي ومشغل التريبل بي، ممكن اقول للتريبل بي شيك على اللينك.
والله لو لقيت اقل من 80% من الباند ويث اللي انا حاجزها ودفعت فلوسها مش موجوده، لو لقيت اقل من 80% اقفل اللينك وابعت لي مسج. فالتريبل بي ممكن يشيك لك على الكواليتي بتاعت اللينك ويبعت لك مسج فيها حاله اللينك ايه. فبيقول والله التريبل بي انكلود ميني فيتشرز نوت افيلبل ان جي دي سي. اول فيتشر عندنا اللينك كواليتي بلوك مانجمنت مونيتور ذا كواليتي اوف ذا لينك. لينك كواليتي مانجمنت تمام كان بي كونفيجر ويز انترفيس، ممكن نعملها بكومن اسم تريبل بي كواليتي برسنتج. اجي على الانترفيس كده واكتب جواه تريبل بي كواليتي 80. دي معناها ايه؟ ده سؤال جاي في الامتحان، معناها يا تريبل بي اقفل اللينك لو السرعه بتاعته كانت اقل من 80. يبقى الباند ويز لو كانت اقل من 80% من اللي انا مأجره وانت لقيت ان السرعه اقل من 80 اقفله. ممكن اخلي التنين دي 70، ممكن اخليها 30 لو انا عايز. بس التريبل بي اللي انا عايز اقول لك عليه في فيتشرز بيشيك على الكواليتي بتاعت اللينك. يبقى if error percentage falls below configure threshold the link is taken down and packet are rerouted or dropped. التريبل بي سبورت الباب والتشاب اوثنتيكيشن. التريبل بي بيسبورت الباب والتشاب اوثنتيكيشن. يعني التريبل بي كمان بيسبورت بروتوكول اسمه الباب وبيسبورت بروتوكول اسمه الشاب عشان الفرعين الاثنين احط عليهم باسورد يعملوا اوثنتيكيت لبعض. طيب التريبل بي لاير اركتكتشر. التريبل بي بيتكون من سينكرونس اسينكرونس فيزيكال لينك، ده الكيبل بتاعنا كابل الفايبر محطوط عليه على طول. اول حاجه عندنا ال اس بي ومحطوط فوق ال اس بي ال ان اس بي، وكل واحد من دول له الفانكشنز بتاعته. فيجر ماب لايرز اركتكتشر اوف تريبل بي اجينست ذا اوبن سيستم انتر كونكشن. طبعا هم موجودين في لاير 2، انا بتكلم على بروتوكول موجود في لاير 2. تريبل بي اند او اس اي شير ذا سيم فيزيكال لاير. تريبل بي ديستريبيوتد فانكشن اوف ال اس بي اند ان اس بي ديفرنشال. تريبل بي ريكوايرز فور دوبلينج سيركت ايذر ديديكيتد اور سويتشنج ذات كان اوبريت ان سينكرونس اور سينكرونس بيتيريال. Most of work done by TripleB happens at data link layer. هو شغال على data link layer. And the network layer by LSB and the NSB. ال LSB. طب ال LSB ده بيعمل ايه بقى؟ ال LSB function within data link layer and has a rule establishing اول حاجه بيعملها وبيعمل establish link. Configuring مسؤول عن الconfigure and testing data link connection. وبيعمل test للهاردوير بتاعه. ال اس بي استبلش ذا بوينت تو بوينت لينك، بيعمل بوينت تو بوينت لينك ما بينه وبين الراوتر الثاني. ال اس بي نيجوشيت اند سيت اب كنترول اوبشن ذا وان داتا لينك which are handled by ان اس بي. After the link is established, the triple B has used ال اس بي to agree automatically on established format such as authentication, compression and the error detection. ال اس بي فديته ايه ال اس بي ده؟ التريبل بي بيرميت مالتيبل نتورك لير بروتوكول، بيشتغل مع اكتر من نوع من انواع النتورك بروتوكول. بيشتغل مع اي بي فيرجن 4، بيشتغل مع اي بي فيرجن 6، بيشتغل مع الابل 2، بيشتغل مع الاي بي اكس، بيشتغل مع كذا بروتوكول في النتورك لير بروتوكول. فالتريبل بي بيرميت مالتيبل نتورك لير بروتوكول تو اوبريت اون ذا سيم كوميونيكيشن لينك. فور ايفري نتورك لير بروتوكول يوز تريبل بي يوز سيبريت ان اس بي as shown in the figure. اهو نتورك كنترول بروتوكول. فانا لو بشتغل مع الاي بي في البروتوكول ده كلمه في كلمه نتورك احط اي بي. طب لو شغال مع اي بي فيرجن 6 شيل كلمه نتورك احط اي بي فيرجن 6 يبقى اسمه اي بي فيرجن 6 سي بي. ال اس بي انكلود فانكشنال فيلد كونتيننج ستاندرد كود تو انديكيت ذا نتورك لير بروتوكول ذا تريبل بي انكابسوليت. لو انا شغال مع اي بي بيبقى الفاليو 8021، لو شغال مع اي بي فيرجن 6 بيبقى الفاليو 8075. يبقى ال NCB بيكلود فانكشنال فيلد، بيبقى فيه جواه فيلد في الهيدر يحط فيه انت شغال مع انهي بروتوكول بالظبط. ده شكل التريبل بي فريم اهو. ده الداتا اللي جايه لي من لير 3، اخدها احط لها بروتوكول. الاول بنحط فلاج، الفلاج دوت بيبقى 0 6 وحايد 0. وبعدين ادريسنج، الادريسنج بتاعنا اكمنه بوينت تو بوينت بيبقى 8 وحايد. يبقى الادريسنج بتاعنا بيبقى 8 وحايد، الادريسنج عندنا بيبقى 8 وحايد. طيب وبعدين الكنترول هو سنجل بايت كونتين سيكونس
ست وحدات وحدين which code for transmission user data in unsequenced stream. وبعدين البروتوكول ده بنقول والله احنا جوانا اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6. وبعدين الداتا اللي هو الباكت اللي جالي من لير 3. وبعدين فريم تشيك سيكونس، فريم تشيك سيكونس دي نورمالي 16 بيتس. If receiver calculations of the FC does not match FC in the triple B frame, triple B is silently discarded. يعني بستخدمها علشان اعمل بيها تشيك سيكونس. فلو عندي لو جيت عملت المعادله عند الريسيفر وما طلعش نفس المعادله اللي عند السورس، بعتبر ان في حد لعب لي في الفريم بتاعي وببتدي اوقع الفريم بتاعي. واقول والله في حد لعب لي فيه. طيب احنا عشان نشغل التريبل بي بنعمل ايه؟ استبلشنج التريبل بي سيشن. في عندنا اكتر من فيز. اول فيز لينك استبلشمنت. لينك استبلشمنت اند كونفجريشن نيجوشيشن ال اس بي او اللينك استبلشمنت ده اللي بيعمله بروتوكول اسمه ال اس بي. Before the triple B exchange in a network datagram such as IP and LSP, must first open connection and negotiate configuration option. This phase is complete when the receiving router sends configuration acknowledgement frame back to the router and achieve the connection. يبقى دي أول حاجة عندنا، الراجل ده بيبعت negotiation message. The negotiation message الراجل ده بيرد عليا برسالة اسمها configuration acknowledge. Configuration acknowledge. دي اول فيز عندنا. طيب تاني فيز الراوتر بيشيك على الكواليتي بتاعت اللينك، ودي اوبشن يعني ساعات بتتعمل وساعات لا بناء على الكونفجريشن اللي الادمن عامله على الراوتر. فال اس بي بيتست ذا لينك ديتيرمين ويذر ذا لينك كواليتي از سفيشنت تو برينج اب ذا نتورك لاير اور نوت. الفيز 3 نتورك لاير بروتوكول كونفجريشن افتر ال اس بي هاز فينيش فيز 2 ذا ابريشيت ان اس بي كان بي سيبريتلي كونفجر ذا نتورك لاير بروتوكول. فاحنا كده بنعمل بقى تشيك على لير 3 بروتوكول اللي هو شغال اي بي ولا اي بي فيرجن 6 ولا شغال ايه بالظبط. فكده احنا بنشيك على الاي بي بروتوكول بتاعنا ايه اللي احنا شغالين بيه. If ال اس بي كلوز ذا لينك انفورم ذا نتورك لاير بروتوكول سو ذات ذي كان تيك شيت اكشن. طيب ال اس بي اوبريشن. ال اس بي اوبريشن انكلود بروفيجن فور 3 كلاسز اوف ال اس بي فريم. اول حاجه عندنا اللينك استابلشمنت فريم. انا ببعت لينك استابلشمنت فريم بيني وبين الراجل ده. طب اللينك استابلشمنت فريم ده عباره عن كام مسج؟ عباره عن 3 مسج. لينك ال اس بي كونفيجر ريكوست عايزين نبدا نفتح الكونكشن مع بعض. الراجل ده بيبعت لي ال اس بي كونكشن اكنولج، فانا ببعت له بعد كده حاجه اسمها ان اس بي باكيت اكستشينج. فبنبعت حاجه اسمها لينك استابلش فريم، لينك مينتيننس فريم، اند لينك تيرمينيشن فريم. During link establishment, the LSB open connection and initiate the configuration parameter. The link establishment process starts with initiate device sending a configure request to frame to responder. Responder processes the request. If the options are not acceptable or not recognized, a responder send configure NAC. NAC دي اللي هو ايه؟ Not acknowledged. لو الريسيفر مش راضي يفتح معاك باكت بيبعت لك حاجه اسمها NAC. Not acknowledged. Or configure reject. If the options are acceptable يعني طب امتى يبعت لي ايميل NAC؟ لو انا مثلا بعت له باسورد غير الباسورد اللي موجود عليه فهو بيعتبر كده نوت اوثنتيكيتد، بيعتبرك واحد تاني، فمش هيرضى يفتح معاك السيشن. If the options are acceptable, the responder will respond with config acknowledge message and the process move on to authentication stage. The operation of the link is handed over to NSV. When NSV has completed all necessary configuration including validating authentication, the link is available for data transfer during the exchange of data, LSB transition into link maintenance. An LSB operation. During link maintenance, LSB can use message to provide feedback and test the link. في عندنا حاجة اسمها echo request، في عندنا حاجة اسمها echo reply، في عندنا حاجة discard request. These frames can be used for testing the link. في عندنا حاجة اسمها ايكو ريكوست، في عندنا حاجة اسمها ايكو ريبلاي، في عندنا حاجة اسمها ديسكارد ريكوست، في عندنا حاجة اسمها كود ريجكت وبروتوكول ريجكت. يعني ايه كود ريجكت ويعني ايه بروتوكول ريجكت؟ كود ريجكت لو الكود اللي انت بعته له غلط، البروتوكول ريجكت هو البروتوكول اللي انت بتعمل معاه غلط. فال اس بي اوبريشن الراجل بعت ال اس بي كونفيجر ريكوست، فده بعت له اكنولج، بعت له ال اس بي باكت تشينج، خلاص هنبعت له ايكو ريكوست، بعت له ايكو ريبلاي، نبدا نبعت الداتا بتاعتنا. بعد ما نخلص بنبعت حاجه اسمها كود ريجكت لو انا بعمل حاجه غلط وبيترد عليا باكنولوجي.
طيب لو ما اجي اقفل ببعت ايه؟ ببعت ال سي بي ترمينيت ريكوست ويرد عليا بال سي بي ترمينيت اكنولج. طبعا اللي بيفتح لي السيشن وبيفتح لي كل الكلام ده هو بروتوكول ال سي بي، هو اللي بيعمل العمليات دي كلها، هو بيفتح سيشن وبيقفل السيشن. الاوثنتيكيشن، احنا واحنا بنعمل اوثنتيكيشن بنستخدم تو بروتوكول، يا اما الباب يا اما التشاب. طبعا التشاب احسن من الباب كتير، وده اللي هنشوفه حالا دلوقتي واحنا بنعمل كونفجريشن. طب واحنا بنعمل كومبريشن، هو ليه انا بعمل كومبريشن؟ ليه بضغط الداتا قبل ما ابعتها؟ علشان ممكن يكون اللينك سرعته بطيئه جدا فبضغط الداتا عشان ما ياخدش باند ويدث عندي. طب يعني ايه مالتي لينك؟ يعني يكون عندي اكتر من لينك بعمل لهم كومباين مع بعض انتو وان شانل عشان انكريس الوان باند ويدث. تمام؟ التريبل بي الامبلمنتيشن، عايزين بقى نطبق التريبل بي. ازاي هنطبق التريبل بي عندنا؟ التريبل بي عشان اشغله بمنتهى البساطه، هاجي هنا على البورت ده، البورت الاولاني اليماني اهو، انيبل واقول له كونف دي، واقول له انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 او على 2 على 0 ان كان. الاول اوقف ال اتش دي ال سي، ازاي؟ هقول له نو انتربوليشن اتش دي ال سي. كده انا وقفت ال اتش دي ال سي. كده انا وقفت ال اتش دي ال سي. طيب احنا كده وقفنا ايه؟ وقفنا الاتش دي سي، عايزين نشغل التريبل بي، هنعمل انكابسوليشن تريبل بي. فقال لي طبعا التشينج ستيت تو داون، ليه تو داون؟ لان خلاص الراجل قدام اليمه الثانيه شغال اتش دي سي، اتش دي سي مع تريبل بي ما يشتغلش. فنروح اليمه الثانيه نوقف الاتش دي سي، ازاي؟ اهو هنقول انيبل كونف تي، وبعدين نقول انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 او 0 على 2 على 0، وبعدين هنقول نو انكابسوليشن اتش دي ال سي، وبعدين انكابسوليشن تريبل بي. على طول اول ما شغلت تريبل بي قال تشينج ستيت تو اب. ليه؟ لان واحد بيعمل فريم تريبل بي والتاني بيقرا الفريم بتاع تريبل بي. تمام؟ احنا كده شغلنا تريبل بي في اليمتين. اوكي؟ فانا شغلت تريبل بي اهو، كوماند اسمه انكابسوليشن تريبل بي. طيب لو انا عايز اضغط الداتا بتاعتي قبل ما ابعتها بعمل كومبريس بريدكتور وكومبريس بريدكتور. ففي عندنا تو بروتوكول عشان يضغطوا الداتا، واحد اسمه ستاك وواحد اسمه بريدكتور. عشان اضغط الداتا بعمل كومبريس بريدكتور، واللمه الثانيه كومبريس بريدكتور عشان هو بيبعت الداتا مضغوطه يفك الداتا، يعمل دي كومبريشن للداتا بالبريدكتور او الستاك. طيب في عندنا بقى الحته بتاعت الكواليتي اللي احنا قلنا عليها، لما اكتب تريبل بي كواليتي 80 per second percent معناها ايه؟ ال percent command ده ensures the link meet the set of quality requirement otherwise the link close down. يعني لو هو مش جايب ال 80 اللينك اوتوماتيك لوحده close down. فمعناها configure tribal p quality 80 shown in the figures is the minimum quality 80. 80 معناها ان هو لو قل عن 80 معنى ذلك ان اللينك بتاعك يفصل. طيب المالتي لينك دكتور، هي هو التريبل بي يعني بروتوكولات بتشتغل في الطبقه اللي تحت ديت، الطبقات اللي الطبقه اللير 2 اللير 2 بيعمل فريم. عارف انت الايثر نت يا عبد الله؟ عارف انت الايثر نت؟ عندي ايه؟ عارف انت الايثر نت؟ اه الايثر نت ده بيشتغل في اللان على السويتشات العاديه، التريبل بي بيشتغل في الوان. يبقى التريبل بي شكل الايثر نت بالظبط، شكل البروتوكول بتاع الايثر نت بالظبط، بيعمل فريم بس بيشتغل ما بين الراوترات وبعضيها. تمام، هو ده بيكون له رقم على البورت، يعني له رقم بورت يعني؟ لا، لان هو شغال في لير 2، اللي بيبقى له رقم على البورت بيبقى فوق لير 4. اه بيبقى في ال 7 في اللي هو السيرفيس بروتوكول. 7 بالظبط كده، بالظبط يا حبيبي. تمام. ده شغال في لير 2. تمام؟ تمام. بعدين البورت بمراحل. اه البورت دوت بيكون بس للبورتات اللي هي السيرفيس اللي فوق، غير كده ما بيبقاش له رقم. بالظبط جدع. تمام، فهمت، شكرا يا دكتور. تمام. تمام؟ طيب. ده التريبل بي، التريبل بي كواليتي 80 معناها ان البورت بتاعي يقفل لو الباند ويث بتاعته كانت اقل من 80. طيب ساعات بنحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها المالتي لينك. يعني ايه كلمه مالتي لينك؟
كلمه مالتي لينك تصور كده، لو انت رابط القاهره باسكندريه بلينك واحد، وانت الخدمات بتاعتكم زادت، يعني الشركه طورت من نفسها وبقت لها خدمات زياده، فاللينك اللي انت كنت مأجره كان 2 ميجا، فما عادش مقضي، بقت الدنيا بطيئه جدا ما بين القاهره واسكندريه. فانت عايز تزود كمان لينك، وعايز لما تزود اللينك تعمل كومباين الاثنين مع بعض، يعني ما يبقاش ده لوحده وده لوحده، يبقى كانهم لينك واحد، زود السرعه. فراح للسنترال تزود السرعه، قال لك ما ينفعش نزود لك السرعه لان اللينكات اللي عندنا مش متاحه. قلت لهم طب خلاص هات سرعه من ال 2 ميجا العاديه اللي انا واخدها، سرعه زياده، وانا بعد كده هعمل حاجه اسمها مالتي لينك. مالتي لينك يعني ايه؟ الكلمه دي بيسمح لك ان انت تعمل كومباين اكتر من لينك مع بعض في لينك واحد. الموضوع ده اسمه ايه؟ اسمه تريبل بي مالتي لينك. والكونفجريشن بتاعته زي اللي قدامك ايه؟ الراجل اجر لينكين اثنين وربطهم مع بعض ويخليهم يشتغلوا كانهم لينك واحد. فالمالتي لينك ده معناه ايه؟ Provide a method for spread spreading traffic across multiple physical WAN link. Configure multi protocol point to point required to step. Create a multi link bundle وبعدين assign interface to the multi link bundle. يعني الأول أنا بعمل interface اسمها multi link. الانترفيس ديت logical interface وبعدين بحط جواه الانترفيس بتاعي. ازاي بعمل interface المالتي لينك دي؟ بعمل interface multi link 0 1 2 3 4 5 7 عايز، وبعدين احط لها اي دي ادرس، ولو عايز احط لها اي دي ادرس فيرجن 6 كمان احط لها اهو، وبعدين بقول له تريبل دي مالتي لينك دي نوعها مالتي لينك وهخليها جروب 1. طيب عايز بقى انا اخد الانترفيسز اللي هي دي ودي احطهم جوه المالتي لينك. اخش على الانترفيس الاولانيه اقول له نو اي دي ادرس، لان خلاص الاي دي ادرس الانترفيس الكبيره، وبعدين انكابسوليشن تريبل دي، وبعدين تريبل دي مالتي لينك، تريبل دي مالتي لينك جروب 1. هم الكوماندين دول اللي ايه بعملهم في التو انترفيس. ونفس الكلام في اليمه الثانيه. خلاص انا كده عملت مارك لينك. لو ينفع كنت عملتها لك على الباكت تريسر كنت عملتها، بس الكوماند دي للاسف مش موجوده على الباكت تريسر. الكوماند دي ما بتشتغلش غير على الراوترات الحقيقيه بس. الكوماند دي ناقصه من الباكت تريسر للاسف. لو عملنا شو انترفيس واسم الانترفيس الشو انترفيس سيريال 0 على 1 على 0 او سيريال 0 على 4 على 0، هيقول لي والله دي اساسا جوه مارك لينك، اللاين بروتوكول از اب اهو. والدنيا شغاله. شو تريبل دي مالتي لينك هيجيب لك الانفورميشن بتاعت المالتي لينك. طيب هنا بقى هنشرح جزء جديد اسمه الاوثنتيكيشن بروتوكول. ازاي الداتا اللي منقوله ما بين الفرع بتاع القاهره والفرع بتاع اسكندريه محطوط لها سكيور. تصور كده انت بتنقل الداتا بتاعتك دي على شركه ثالثه، يعني انت مقدر خط الفايبر دي من شركه ثالثه. مين ضمنك بقى ان الشركه الثالثه دي ما بتاخدش الداتا بتاعتك وتاخد منها كوبي؟ بنعمل حاجه اسمها الاوثنتيكيشن بروتوكول. الاوثنتيكيشن بروتوكول ده في منه نوعين، نوع اسمه الباب ونوع اسمه التشات. هشرحهم اهو. معايا مؤمن؟ ها مؤمن معايا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. معايا عبد الله؟ طبعا يا دكتور مع حضرتك. مع حضرتك يا دكتور. طيب هو فين فرح وفين بلال؟ مش عارف يا دكتور. بلال تصوره نسي ان يمتحن سمستر 3. نسي ان يمتحن؟ اه. طب هكلمه. قعدت امبارح امتحن الامتحان بتاع سمستر 3. سمستر 3 اللي هو سي سي 3. اه خلاص هكلمه النهارده. النهارده هكلمه، النهارده هكلمه وافكره. تكلمه ايه يعني؟ امتحن يعني ولا تفتحه له؟ اه هو هيتقفل خلاص؟ اه. اه للاسف للاسف. انا بعد كده هفتحه واحد واحد ان شاء الله، هصحيكم من النوم واحد واحد. لا ليه انا جاهز؟ انا لا ازاي يا عم ازاي ازاي ده هي الجامعه لسه معانا عشان اشتغل عندكم. لا لا انا بجاحه يعني. يا يعني دكتور انا ما امتحنتش السنه 3. طب وانا مال امي؟ معلش انا اللي بقول كده. كان مفتوح في ميعاد محدد يعني ولا ايه؟ انا اللي بقول كده. انا عايزك تفتحه لي. حاضر عينيا. والفاينل كمان برضه هنعمله عندكم في بيتكم ان شاء الله. بس صح يا دكتور، هو فاينل اونلاين ولا هيبقى في الجامعه؟ لا 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 في الجامعه، بس اللي عايز يمتحن في بيته هنكلم الدكتور عبد الحي يبعت له مراقب عنده بيته ان شاء الله. بس بس يعني مين اللي بعت، مين اللي بعت وقال سي سي ان ايه يفتحه له؟ مين اللي قال كده؟ دكتور اكيد بلال يا عبد الله. اه انا واحد دكتور بيقول لي انا اللي انا عملت كده، فانا مش عارف هو الدكتور راح فين تقريبا. الخط عنده الامتحانات خلاص بقت اونلاين، بقت في الجامعه اكيد. لا ايه ده الكلام ده؟ اكيد ما بسالك، مش عارف، ما عشان لازم نعرف عشان نلحق نذاكر. ما احنا لو في الجامعه مش هيبقى فيها مذاكره، يبقى في الترم الجاي نكون مع بعض. جامعه ايه؟
الامتحانات بقت في الجامعه خلاص يا مؤمن. اه هو الفاينل يا دكتور في الجامعه اكيد. اونلاين ولا لا؟ الجدول نزل خلاص. ما هو قالوا له دوت كلام ما لسه مبدئي. لسه ايه مبدئي؟ قالوا الجدول دوت ده حاجه كده. هو مبدئي نزل. هو مبدئي نزل يوم 18. ايوه ما هو اتحاد الطلبه سأل دكتور ماجد وافي ودكتور عبد الحي، قالوا ان الكلام دوت هيكون روتين. نعم 12 الفاينل 18 12 18 1 18 1 يا عم. 18 12 ازاي؟ غير 1 18 12 تدفع الفاينل. 18 12 دي يبقى كلنا هنسقط كده. نرفع بعدين اهم حاجه بس يعني ايه تيجوا الجامعه تمتحنوا في الجامعه. ايوه هنيجي ان شاء الله، بس هو انا مش عارف الكلام ده ممكن يكون مش اكيد لسه، لان هم قالوا دوت حاجه روتينيه. ليه قالوا ان الكلام دوت حاجه روتينيه؟ يعني من الروتين ان هو ينزل جدول ويقول معاد، لكن اوريدي لسه ما فيش قرار. والله الكلام اللي قال 90% هيبقى في الجامعه. 90% يكون في الجامعه. تمام. والامتحان في الجامعه بقى يكون عامل ازاي بقى؟ الايه الامتحان في الجامعه بيكون عامل ازاي في الماده دي؟ لا يعني ولا لا كتاب؟ هيبقى في كتاب، هتكتب بايدك. ايوه لا انا عارف هيكون عامل ازاي، يعني اقصد شكله هيكون عامل ازاي. لا شكله بقى تجيب امتحانات قديمه بتاعت 216 بي وتشوف عامله ازاي. تمام اوكي. طيب ربنا يستر ونعدي في الماده دي. يا رب. دي اسهل من مواد كتير ثانيه. دي اسهل من مواد كتير ثانيه؟ احنا عندنا الاوثنتيكيشن بروتوكول بقى. احنا عندنا هنا بنستخدم اوثنتيكيشن بروتوكول. ايه هو؟ اول حاجه بروتوكول اسمه الباب، بروتوكول اسمه الشات. دول انا بستخدمهم في ايه؟ بستخدمهم علشان اعمل بيهم اوثنتيكيشن. بص يا سيدي، هذا الراوتر اهو وده الراوتر الثاني اهو. هعمل هوست نيم للراوتر ده وهعمل هوست نيم للراوتر ده، وليكن الراوتر ده اسمه كايل، وليكن الراوتر ده اسمه أليكس. تمام. وهعمل باسورد هنا. لا مش هعمل باسورد. في عندنا هنا جدول كده اسمه لوكال، داتابيز اسمها لوكال، يبقى جواها اليوزر نيم والباسورد. هنا برضو في تيبل اسمه يوزر او لوكال، بيبقى جواه اليوزر نيم والباسورد. فانا عندي بروح اعمل الراجل ده اكونت هنا والراجل ده اكونت هنا. ازاي؟ يعني انا بعمل هنا اليكس باسورد سيسكو، وهنا بعمل كايرو باسورد سيسكو. يبقى اول خطوه عندنا هنعمل يوزر نيم هنا، هوست نيم هنا، هوست نيم هنا، وبعدين هنعمل اكونت للراجل ده هنا واكونت للراجل ده هنا. طب انا ازاي بعمل اكونت؟ بعمل اكونت بكوماند اسمه يوزر نيم، وبديله اسم اليوزر، وبديله باسورد، وبديله الباسورد، ولازم الباسورد تكون هي يعني. حلو. هاجي بقى اروح اقول للتريبل بي اشتغل، اعمل اوثنتيكيت بالراجل ده باستخدام الباب. ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. ادي الاثنين شغالين، عايز الداتا ما بينهم تحصل ما بينها اوثنتيكيشن باستخدام الباب. الاول هغير اسم الراجل ده اهو، اعمل انيبل. ركز معايا عشان اللاب. كونف دي هوست نيم اليكس او هوست نيم كايرو. وبعدين اهو اليمة الثانية هعمل ايه؟ هعمل هوست نيم انيبل كونفي هوست نيم اليكس. طيب هاجي هنا بقى اليمة الثانية هنا، ده بقى اسمه اليكس وده اسمه كايرو. يعني ده بقى اسمه اليكس اهو، اسمه كايرو اهو. هعمل لده اكونت هنا،
فاجي هنا عند اليكس واقول له يوزر نيم اسمه كايرو باسورد سيسكو، وبعدين هنا يوزر نيم اسمه اليكس باسورد سيسكو، وكل واحد عملت له اكونت عند زميله. فكايرو عملت اليكس باسورد سيسكو، في اليكس عملت يوزر نيم كايرو باسورد سيسكو. طب هما الاثنين شغالين تريبل بي، عايز اربط بقى الباسوردات دي بالتريبل بي، هعمل ايه؟ هقوم داخل جوه الانترفيس اهو سيريال 0 على 2 على 0 واقول له انكابسوليشن تريبل بي، واقول له تريبل بي اوثنتيكيشن باب، راح واقع لان ده شغال باب وده مش شغال باب، على ما يشتغل تريبل بي باب سنت اليوزر نيم اللي مسجل عنده اسمه ايه باماره ان انا اسمي كايرو، بقول له باماره ان انا اسمي كايرو عندك باسورد سيسكو. طيب لسه كده اللينك واقع داون اهو، تعالى بقى نروح يعمل نفس الكلام الجنبه الثانيه، اقول له ايه انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 تريبل بي اوثنتيكيشن باب تريبل بي باب سنت يوزر نيم انا اسمي اليكس باسورد سيسكو، بقى مار مسجل عندك حد اسمه اليكس والباسورد بتاع سيسكو، افتح الكونكشن. انا بعت له تريبل بي باب سنت يوزر نيم اليكس باسورد سيسكو، تمام الباسورد بتاعتي اليكس واليوزر نيم اليكس والباسورد سيسكو، تمام انا كده عملت اوثنتيكيشن باستخدام الباب. مشكلة الباب ده ايه؟ مشكلة الباب ده ان بيجي في الاول بيبعت اليوزر نيم والباسورد بلان تكست، بيقول له يوزر نيم بأمارة ما انا اسمي كايرو الباسورد بتاعتي سيسكو افتح لي الكونكشن. فلو في حد سمع اول رسالة عندك هيعرف اليوزر نيم والباسورد، لو حد سمع اول رسالة عندك هيعرف اليوزر نيم والباسورد. اهو شايفين تشينج ستيت تو اب، اهو قامت اهو اللينك، اتكلموا مع بعض وقوموا الدنيا اهو، بياخد وقت بس شويه. بس مشكلتها ان اول مسج عندك بتنبعت بتبقى بلان تكست، بتبقى بلان تكست. يعني انا لو انا جيت وقعت اللينك ده وفتحته وعملت ديبج، يعني لو انا بعمل كده في عندنا كوماند اسمه ديبج تريبل بي، اهو وريني التريبل بي بيعمل ايه. ديبج تريبل بي شغلت اهو، ديبج تريبل بي اوثنتيكيشن، وريني العمليه دي بتتم ازاي، وقفلت اللينك او قطعت اللينك اهو وشغلته تاني، تمام الراجل هنا هيبان لي هو بيعمل ايه بالظبط. لما عملت ديبج تريبل بي اوثنتيكيشن فقال لي تشينج ستيت اوت، وبعدين يوزنج هوست نيم فروم انترفيس باب، وبعدين يوزنج الباسورد، الراجل بعت الهوست نيم وبعت الباسورد. لو حد بقى موجود في السكه هياخد اليوزر نيم وهياخد الباسورد بيقراه، تمام. طيب امال هنا بقى بيعمل ايه الشاب؟ الشاب اقوى من الباب في حاجه، بيعمل ايه بقى؟ بص كده ادي الراوتر بتاعنا وده الراوتر اليمه الثانيه وما بينهم وبين بعض كده، ده ايه؟ ده اسمه كايرو، ده اسمه اليكس، وده التيبل بتاعنا، ده فيه يوزر نيم وباسورد، ده فيه يوزر نيم وباسورد. ده عندك هنا اليكس باسورد سيسكو، ده هنا عندك كايرو باسورد سيسكو. حلو. طيب انا بقى هنا ببعت لك، لا ما ببعتلكش كده، ببعت لك حاجه اسمها تشالنج. ايه اللي تشالنج دي؟ كلمه كده ملهاش لازمه، ما ببعتلكش يوزر نيم وباسورد، ببعت لك تشالنج. بس انا ببعت لك، قبل ما ببعت لك التشالنج ببوقتها وضربها في الخلاط مع حاجه مع الباسورد بتاعتك، مش احنا عندنا الباسورد زي بعض، انا هاخد التشالنج واضربها في الخلاط فيظهر لي اكس واي زد، وهبعت لك التشالنج هتاخدها تضربها في الخلاط برضو عندك مع الباسورد فيطلع لي اكس واي زد، هتاخد اكس واي زد تبعته لي، فتبعت لي اكس واي زد والكايرو اسمك، تمام اسم انا اللي عندك،
فانا هيجي لي اكس واي زد، اه ده هي اكس واي زد، والراجل ده بيقول لي اننا ان انت اسمك كايرو، عندي كايرو، اه خلاص ده هو كده الفرع الثاني بتاعي اكنولدج. انا كده ما بعتش باسوردات، لو في احتكر موجود في السكه مش هيعرف يطلع الاكس واي زد، انا ما عندوش الباسورد. ده بيسموه 3 way hand shake او بنسميه التشالنج اوثنتيكيشن بروتوكول او اللي تشاب تشالنج اوثنتيكيشن بروتوكول. وعلى فكره اللي طورته مايكروسوفت، اللي طورت التشاب ده اسمه مايكروسوفت. اه الراجل بعت لي تشالنج ومعاها بعت له انا اسمه تمام والهاش، فان اكسبت ده ايه لا ريجكت. طيب الباب خدناه مع بعض دلوقتي وعرفنا ازاي بنعمله، والتشاب خدناه وعرفنا ازاي بنعمله، او ده الباب اوثنتيكيشن بروتوكول، ده التشاب اوثنتيكيشن بروتوكول. ده اللاب اللي انتوا هتعملوه حالا، هتنزل اللاب حالا من عندك من على النت ونعمله. انا ممكن انزله لك وابتدي اعمله، انزله لك وانزل لك مش حاجه كده تحس في صمره كده. كده لا شاشه صمره زي ما احنا. طب ومؤمن عندك برضه شاشه صمره يا مؤمن؟ نعم يا دكتور. انت شايف الشاشه بتاعتي؟ لا كاتب لي، هو كاتب لي جاب لي has started screen sharing بس ما فيش اي حاجه. اه ليه بقى كده؟ طب خليني اقفل وافتح تاني. تمام يا دكتور اوكي، حضرتك ممكن تفضل تفتح واحنا هنخش ان شاء الله دلوقتي. بس ما لسه مش عارفين هيبقى في الامتحان ولا لا، في الجامعه ولا لا. طيب اداء الايه ده اللاب عندنا اهو. تمام انا دلوقتي عملت كل الراوترات اهو تمام، وبعد كده عملت اكزيت، وبعد كده دخلت على اللي هو الكونفج مود، مود عادي، وبعد كده عملت رايت خرجت بقى، وبعد ما دخلت تاني عملت شو ران ولا جاب لي اي حاجه فل. انا شوف كده نرجع الراوتر الاولاني تمام أنا اوكي عملت سي ال اي اهو، وبعدين نقول انيبل انيبل وكونفج تي تمام، وبعد كده بقى نعمل الانترفيس موجود عادي كويس، وبعدين نقول 000 سيريال 0 على 0 تمام، بعدين الكابسيوليشن تريبل بي تريبل بي كده اتفعل خلاص كده تمام. نعمل بقى اكزيت بقى مثلا تمام، اللي هو نرجع للمود تاني، وبعد كده نعمل رايت. لما مجرد بقى ما نخرج ونعمل سيف للشغل بتاعنا وندخل تاني على نفس الفايل دوت واعمل شو ران ما بيجيبش اي حاجه. ورده ورده نروح هنا كده. انا خلصت كده الكابسوليشن تريبل بي خلاص، اعمل كنترول زد وبعدين رايت تمام، وبعدين رايت كويس جدا. بعد كده خلاص انت بنخرج بقى، لو خرجنا او حتى لو حملناش نكمل برضه مفيش اي حاجه. انت دخلت هنا تاني دلوقتي وعملت شو راننج اهو، شو راننج اهو، عملت مسطره اهو. اه حضرتك حضرتك بتدوس مسطره دكتور؟ حضرتك بتدوس مسطره؟ اه بالظبط. طب ثواني كده هبدا دلوقتي اهوت، ارجع تاني واشوف واقول لحضرتك ايه اللي حصل. وبعدين ايه نخش على انترفيس انترفيس سيريال 0 على 0 على 0، وبعدين انستليشن بروتوكول، وبعدين نروح اليمه الثانيه اهو اكزيت، وبعدين انترفيس سيريال 0 على 0 وبعدين انكابسوليشن نعمل شو ران بعدين هنروح برضه على الانترفيس ده على سيريال 0 على 0 على 1 اهو في ال اي، وبعدين جيبل وبعدين سيريال 0 على 0 على 1، بعدين سيريال 0 على 0 على 1، بعدين سيريال 0 على 0 على 1
بس بعدين رايت. طب انا ممكن اشير الشاشه لحضرتك وتشوف وتشوف عندي عايز شير. اه لو حضرتك حابب. طب انا دوست ستوب. دوست ستوب خلاص ماشي. اه حلو قوي. يبقى احنا كده ايه بنعمل ايه؟ بنعمل اللاب بتاعنا اهو خلصته كله بالكامل على الانترفيو تريبل بي، وبعدين دخلت على تاني الانترفيو تريبل بي. عايزين نعمل بقى الحته بتاعه الاوثنتيكيشن. بيقول لك روح على الراوتر الاولاني واعمل يوزر نيم R3 وسيكريت كلاس. هروح على الراوتر الاولاني وهنعمل ايه؟ هنعمل اهو كونفتي يوزر نيم، هنعمل ار كام بقى؟ بيقول لك ار كام؟ بيقول لك R3 سيكريت كلاس اهو R3 سيكريت كلاس الراوتر الاولاني. طب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل نخش جوه الانترفيس سيريال 0 على 0 على 0 وهنعمل تريبل بي اوثنتيكيشن الباب. تريبل بي اوثنتيكيشن باب، وبعدين هو عايز يجرب الباب والتشاب، وبعدين هيقول لي تريبل بي باب سنت يوزر نيم، سنت اليوزر نيم R1، انا اسمي R1 باسورد سيسكو. الراجل هنا هيبعت الراجل اللي فوق يقول له انا R1 باسورد سيسكو. هروح على R3 هنكريت R1 للراجل ده. فهنروح على R3 هنقول له enable complete يوزر نيم R كام؟ يوزر نيم R3 يوزر نيم R1 secret class برضه secret class. حلو وعايزين نشغله. فهنقول له interface real 0 على 0 على 0 زي ما هو كاتب هنا، وبعدين في authentication الباب، وبعدين في باب sent username R3 password class. هيبتدي الدنيا تقوم عندنا دلوقتي حالا اهو باسورد كلاس. وبعدين هنكونفيجر الباب ما بين R2 اند R3. هنروح على الراوتر اللي في النص وهنخليه اسمه هوست نيم ISP. هنروح على الراوتر اللي في النص اهو هذا الراوتر بقى. وعايزين نروح على الراوتر يقول لي enter the following into ISP the host name is sent as username. فين الاي اس بي اللي هو الراوتر؟ اي ثينك ان هو قصده ده اللي هو ده اهو سي ال اي. وبعدين عايز نسميه هوست نيم فيبقى انيبل، وبعدين كونفي، وبعدين هوست نيم اي اس بي. وبعدين بعد ما عملناه كده بيقول لك بعد ما تعمله اي اس بي اهو يوزر نيم R3 اعمل يوزر نيم R3 بس سيكريت كلاس. طيب وبعد سيكريت كلاس وبعدين انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 وبعد انترفيس 0 على 0 على 0 تريبل بي اوثنتيكيشن الباب، وبعدين شاب ولا باب؟ شاب. عايز شاب تريبل بي اوثنتيكيشن شاب فعلا تريبل بي اوثنتيكيشن شاب. يبقى هنا بقى نشيل ده نو تريبل بي اوثنتيكيشن باب وبعدين تريبل بي اوثنتيكيشن شاب. بعدين بعد كده بيقول لي بعد ما تعمل تشاب روح بقى على R3. هروح بقى على R3 اهو سامي فوق ده هقول لك اهو اللي على اليمين الناحيه الثانيه هرجع. ايوه ده عشان نرجع نورمال اهو R3 اهو. وبعدين بنقول اكزيت، بعدين هنكريت له هنقول والله يوزر نيم اي اس بي يوزر نيم اي اس بي، وبعدين الباسورد ايه؟ سيكريت سيسكو سيكريت سيسكو. وبعدين انترفيس سيريال 0 على 1 على 0. وبعدين نقول له تريبل بي اوثنتيكيشن شاب. وبعدين خلاص كده ما فيش اي مشكله. وبعدين بيقول لك فروم بي سي ان ده كوبينج على الادرس ده الادرس بتاع السيرفر.
اللي على موجود على الانترنت. ان انا هاجي هنا على البي سي واقوم اعمل ديسكتوب سي ام دي على السيرفر ده. وبيديني unreachable unreachable unreachable. بس هنشوف كده في ايه اهو. هنا حاجة مش مظبوطة احنا عملناها. تعالى كده نشوف الـ ISP ده في ايه. وانا عملت الـ B secret class على الـ ISP. I think ان هو secret class. فين الـ ISP؟ secret Cisco. وعشان كده هو ما قامش معايا. هو الـ user name R3 secret Cisco. تمام. No username R3 بعدين username R3 secret Cisco. طيب وبعدين في هنا سنت يوزر نيم ولا حاجه؟ لا في هنا تشير بس وهنا تشير بس برضه. حلو قوي. فتعالى كده نجرب بقى تاني اهوت الراجل دوت نقول له يلا اعمل سنت بس لحد الان برضه ما امشي. المفروض ان الكونكشن بتاعنا يقوم ماست انكابسوليشن تريبل بي فور يوزنج كذا. ماشي انكابسوليشن تريبل بي ماشي شغلنا تريبل بي مع انه كان بيقول انا مشغله. تعال نشوف الكوماندات اللي احنا ناسيينها ونصلحها. هذا كده خلاص لازم تتاكد من الكوماند اللي تحتك assessment. احنا الاول ما عملناش encapsulation triple b خالص هنا عند الـ ISP. المفروض نعمل encapsulation triple b ونعمل authentication. ما عملناش عند الـ ISP مع انه ما قاليش. تعالى كده نعمل عليه على طول اهو. وبعدين فين الـ ISP؟ اهو اهو. وبعدين هنعمل ايه؟ هنقول له انترفيس. هو اسم الانترفيس ايه اللي متوصل بيه؟ سيريال 0 على 0 على 0. حلو قوي. هنقول له سيريال 0 على 0 على 0 انكابسوليشن تريبل بي انكابسوليشن تريبل بي فلك تشينج ستيت تو اب. طب ماشي ادي كده خلاص كده اول واحد. نشيك تاني ونشوف ايه اللي ناقص. اهو شيء تاني ونقول له ايه اللي ناقص. طيب ده خلاص نعمل اوثنتيكيشن بالتشات بقى. تمام ماشي هنيجي نخش هنا برضه تاني اهو. وبعدين هنقول له تريبل بي اوثنتيكيشن تشات. حلو قوي. هنروح بقى للانترفيس اللي قدامه اللي هو انترفيس 0 على 1 على 0 اهو. انترفيس سيريال 0 على 1 على 0 انكابسوليشن تريبل بي تريبل بي اوثنتيكيشن تشاب. المفروض دلوقتي اب لان انا عامل يوزر نيم اي اس بي سيسكو وهنا برضه عامل يوزر نيم اي اس ار 3 يوزر نيم ار 3 سيكريت سيسكو. سيسكو ما خلصت غير تحت يوزر نيم ار 3 سيكريت سيسكو. تمام المفروض ان هم دلوقتي اب المفروض يعني تشينج ستيت اب كان بياخد وقته. طيب تعالى بقى نشيك كده على على الانتجريشنز بتاعتنا ونقول ايه اللي فاضل لنا. كله صح كله صح ما عدا ار 2. ار 2 المفروض نعمل اوثنتيكيشن ما بين يوزر نيم ار 2 وطالب منا هنا ار 2. بص بقول لك ايه اعمل الموضوع ده ما بين ار 2 وار 3 يوزر نيم از نيدد اند باسورد سنت اون سيريال. تمام اهو بيوز ار 2 وار 3 كل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا على ار 3 نعمل يوزر نيم ار 2. هنعمله ايه؟ هنقول اكزيت وبعدين يوزر نيم لار 2 سيكريت بلس ماشي. وبعدين انترفيس سيريال 0 على 1 على 0
اهو سيريال 0 على 1 على 0 اللي هو ده سيريال 0 على لا سيريال 0 على 0 على 1 تمام اهو اكزيت وبعدين انترفيس سيريال 0 على 0 على 1 تريبل بي اوثنتيكيشن شات تمام تريبل بي اوثنتيكيشن شات تريبل بي الباب لا باب وعايز باب ولا شاب وحدد شاب ار 3 از نيدد لا هو عايز باب وعايز باب هنا باب لسه ما غيرش الشاب انا عايز باب تمام اهو فنقول والله تريبل بي اوثنتيكيشن الباب اهو نو تريبل بي اوثنتيكيشن شاب وهيبقى تريبل بي اوثنتيكيشن باب بعدين تريبل بي باب سنت اليوزر نيم اسمه ايه بقى ار 3 باسورد بلس ده واقف على ايه على 3 هنروح على 2 بقى 2 هنعمل ايه هنعمل برضو نفس الكلام نقول والله انيبل كونف تي وبعدين يوزر نيم يوزر نيم ار 3 سيكريت بلس تمام انترفيس سيريال 0 على 0 على 1 تريبل بي اوثنتيكيشن الباب تريبل بي باب سنت اليوزر نيم ار 3 هو الار 3 هتبقى سيكريت بلس ولا سيكريت سكور بلس بس ار 3 وبعدين باسورد سيسكو كده المفروض الدنيا تقوم طب اهو طيب لما نيجي بقى نعمل شيك على الرسمه بتاعتنا ونقول تشيك ريزلت ونشوف ناقص لنا ايه كله تمام هنا بقى احنا فين عند ار 3 يوزر نيم و انكوريكت على ار 3 على ار 3 فين ار 3 R3 R3 ده هنعمل عليه ثلاثة يوزر نيم R1 R2 ISP ممكن يكون هو كان عاملهم سمول وعشان كده مش ظاهرين معانا تمام بس لما نيجي نشغل الباكت كده ونشوف يلا 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 عند هنا بتقع ليه بقى ما انا هقول لك اهو هقول لك اهو نيبل شو رانينج عشرة واحد 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 ماشي حلو قوي طب شو اي بي روت لو ما كانش في تيبلز ما قلتش اي بي روت مش هيجيبه شو اي بي روت عشان كده هو اصلا ما يعرفش الشبكه البعيده فلازم نشغل معاها راوتنج بروتوكول مش موجود اصلا فلازم نشغل معاها راوتنج بروتوكول عشان يجيب الشبكه البعيده دي فهو عايزك تشغل الاي اي جي ار بي هو اصلا اي جي ار بي شغال يعني لما اجي اعمل شو اي بي رانينج كان في اي اي جي ار بي شغال شغال اي اي جي ار بي اهو امال ليه مش جاي ما فيش كونكتيفيتي ما بين دوله طب لما نيجي نعمل كده بينج 10 1 1 2 ريال تايم request time out request time out request time out طيب تعال نعمل كده show user مفيش عندي يوزر اي حد يجي هدون ماشي طيب يبقى احنا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل كونف تي بعدين هنعمل يوزر نيم الراجل اللي فوق ده اسمه ايه؟ ار 3 سيكريت بلس بعدين انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 بعدين انكابسوليشن تريبل تي بعدين تريبل بي اوثنتيكيشن الباب
بعدين تريبل بي باب سنت اليوزر نيم ار 1 باسورد كلاس. اه خلاص كده اه ماشي. لما نيجي نبعت باكت من هنا لهنا نشوف الدنيا عامله ازاي. اهو 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 خلاص بقى تمام. طيب لما نيجي بقى نشوف اللاب بتاعنا وتقريبا عامل اليوزر نيم سمول مش كابيتال عشان كده بيطلع لنا خطا في اليوزر نيم. لما الدنيا شغاله زي الفل اهي تشيك ريزلت اهو اليوزر نيم هنا عاملها سمول هو احنا عايزين نغيرها لسمول اه مش كابيتال. تمام عليكم السلام كده هنا الساعه 2 ونص كده؟ اه مش لسه بدري؟ لسه بدري بس حضرتك مش لا 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 خالص هنشوف الناس اللي عندها مشروع نخلص بسرعه ان شاء الله. طب هي 2 ونص ان شاء الله ماشي تمام كده يا شباب. طيب نكمل مع بعض. ده اللي اهو اللي عملناه الترابل شوتنج بقى الالوان. انا في كوماند عندي اسمه ديباج. الديباج ده بيعمل ترابل شوتنج. الديباج كوماند مصمت بي يوز از مونترنج تول مين تو بي يوز فور شورت بيريود. الديباج ده بياخد من الريسورس بتاعت الراوتر. يجب ان انا ما استخدموش كمونيتور تول وافضل مشغله 24 ساعه 7 ايام لان بياخد باند ويث عاليه جدا. بعمل الديباج تريبل بي نيجوشيشن بتشوف العمليه بتاع النيجوشيشن اللي انت قاعد تشوفها. الديباج تريبل بي ايرور بيطلع لك الايرور ظهرت كلها تمام. ده لبيت عليها ترابل شوتنج اهيت بيقول لك في مشكله وانت تصلحها والسمري بتاع الشابتر. حد عنده مشاكل في الشابتر ده يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب نستكشف كده النهارده. يا ريت تخشوا تشوفوا ال سي سي ان اي 4